بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الفيديو ده هنبدأ نشوف إزاي نرسم النواتج بتاعة التجربة التانية بتاعتنا على برنامج الماتلاب باختصار يعني وببساطة. هو المفروض التجربة دي الباور سبلاي ما كانش شغال لو الناس متذكرة يعني، وطبعا فما عرفناش نشغل لا الاندكشن ماشين ولا حتى الدي سي ماشين على أساس إن هي تشتغل كبرايم موفر للمولد بتاعي أو الدي سي جنريتور بتاعي. طيب فالناس حضرت مع الباشمهندس محمود الكردي وخدوا نواتج، بس هما النواتج كان هتبقى الكيرف واحد بس، يعني انت ترسم كيرف عن سرعة واحدة بس، وبرضو ما كناش متمكنين نعرف السرعة نظرا لانه طبعا ما كانش فيه تاكوميتر يعني كنا بنستخدم الستاند القديم. فانا خدت قراءات تانية من مجموعة الباشمهندس عبد الفتاح يعني، القراءات دي المفروض هما خدوها، كانت الدنيا كانت شغالة، كان الكلام ده كان يوم الاثنين يعني. طيب فالمهم خلونا كده بسرعة بس ندي نظرة عن التجربة بتاعتنا. المفترض انت عندك اصلا في الاساس، خلينا نركز كده بسرعة يعني، المفروض انت عندك اصلا ده الجنريتور بتاعك اللي هو المولد بتاعك. خلاص طيب المولد بتاعك ده دنيته ايه عشان تبقى انت فاهمه؟ والله المولد بتاعك ده المفروض فيه الفيلد وايندنج، طبعا احنا هنشتغل سيبريتلي يعني، هنشتغل سيبريتلي اكسايتد دي سي جنريتور. فانت هتيجي على ملفات الفيلد هنا هتحط جهد تمام، هتدور هتدي حركة يعني بالبرايم موفر. طب البرايم موفر بتاعي ايه؟ البرايم موفر بتاعي هو 3 فيز اندكشن ماشين زي ما انت شايف كده. 3 فيز اندكشن ماشين بتبقى حاجة بالشكل اللي قدامك ده، تلات ملفات. فانت بتيجي يا توصل ستار يا توصل دلتا، فاحنا في الغالب بنوصل ستار يعني بنوصل التلات نقط دول كده مع بعض، وبعدين بنيجي على النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي نوصلهم بالمصدر ال واحد ال اتنين ال تلاتة. ده بالنسبة للاندكشن ماشين. لما بعمل الكلام ده وابدأ ازود الجهد بتاعي، ابدأ ارفع الجهد بتاعي يعني من الباور سبلاي، بلاقي ان والله الاندكشن ماشين بتاعي بدأ يدور بسرعة تمام، بتتناسب او بتعتمد على الفولت اللي انا بزوده. فكل ما ازود الفولت بلاقي ان السرعه معايا بتزيد يعني. خلاص دي حاجه. طيب طبعا هاخد الحركه اللي طالعه لي من مثلا اندكشن ماشين ده وادخلها على مين يا جماعه؟ ادخلها على الدي سي جنريتور بتاعي. خلاص وبرضو هغذي ملفات الفيلد بتاعتي، غذيت ملفات الفيلد بتاعتي من فاريبل دي سي، جهد دي سي متغير يعني، خلاص عشان انا هتحكم في التيار بتاع الفيلد. والمفترض ايه اللي هيحصل؟ المفترض ان انا هاخد في نهاية الموقف خالص هاخد انديوس دي ام اف، ما بين النقطتين دول هاخد انديوس دي ام اف. خلاص طبعا هتلاقي هنا في اجهزة قياس، هتلاقي هنا في باور سبلاي، في هنا اجهزة قياس. المفروض كان دي كل الاجهزة المفروض احنا ممكن نستخدمها في التجربة بتاعتنا يعني، بس طبعا للاسف في اجهزة مش شغالة فما بنتمكنش طبعا ان احنا نشغل التجربة كاملة. طب ايه الهدف من التجربة دي يا جماعة؟ التجربة دي هو نولو تيست. الهدف من التجربة باختصار شديد هو انه انت تشوف ايه تأثير. طبعا هنقول بس ركز في نقطة ان الانديوس دي ام اف بتاعتك اللي بتخرج من الجنريتور دي تعتمد على حاجتين، تتناسب مع حاجتين، تتناسب مع الفلكس وايضا تتناسب مع السرعة بتاعتك. فاحنا كنا عايزين نشوف يا ترى ايه تأثير السرعة. هنثبت الفيلد كارنت ونغير السرعة ونشوف يا ترى ايه تأثير السرعة على الانديوس دي ام اف. واضحة ايه تناسب طردي، فلو انا زودت السرعة الانديوس دي ام اف هتزيد. موضوع بسيط يعني، ده موضوع بسيط. طيب هثبت السرعة وابدأ ادرس تأثير الفلكس على الانديوس دي ام اف. طب الفلكس ده بغيره ازاي؟ برفع من تيار الفيلد. طيب انا بتحكم ازاي في تيار الفيلد؟ انا بتحكم ازاي في تيار الفيلد؟ بسيطة يعني، انا بغير الجهد الدي سي فولتج المتغير على ملفات الفيلد، فيبدأ تيار الفيلد يزيد فيبدأ الفلكس يزيد. طيب المفترض انه ده تناسب طردي، الانديوس دي ام اف تتناسب طرديا مع تيار الفيلد لحد نقطة معينة يعني، لحد مثلا ايه، لو احنا مثلا قلنا الكيرف بتاعنا كده، فاللينير ده لحد نقطة معينة وبعد كده
بندخل في منطقة الساتوريشن، يعني القلب الحديدي بتاعك بيبدأ يتشبع وتبدأ تتنقل من المرحلة اللي هي كنا فيها لينير لمرحلة انت لو زودت جهد كبير جدا او زودت التيار كبير، الزيادة في الفلكس بتبقى صغيرة خالص يعني. خلاص، ده انت لو زودت تيار كبير جدا بتلاقي التغير في الفلكس او زيادة الفلكس بتبقى صغيرة، لان اصلا القلب الحديد شبع يعني. فالمفروض الكيرف بتاعنا او الكيرف اللي احنا بنترجته ما يعرف بالاوبن سيركت كاركترستيك. ايه هو الاوبن سيركت كاركترستيك؟ الاوبن سيركت كاركترستيك باختصار شديد جدا اوبن سيركت كاركترستيك هي علاقة بتدرس، او هو كيرف بندرس احنا فيه العلاقة ما بين تيار الفيلد والانديوزد اي ام اف عند سرعة ثابتة. عند ايه؟ عند سرعة ثابتة. طيب زي مثلا اهو الكيرف مثلا ده، وبعدين بندخل في الساتوريشن فتلاقي الدنيا بتمشي معانا كده. ده كيرف مثلا، ده عند سرعة ان بتساوي ان واحد مثلا، ان واحد خلاص ايا يكن يعني ان واحد دي. تلاحظ انه اللي انت ممكن تفهمه من الكيرف ده، ان لما تيار الفيلد ما كانش فيه اصلا فيه تيار فيلد، كان بصفر، كان فيه جزء هنا، كان فيه فولت هنا لو انت ملاحظ ده. طب ده جه منين الفولت ده اصلا؟ ده هو يعني انا بس كل اللي انا عملته اديت سرعة اديت سرعة للجنريتور بتاعي، لقيت فيه انديوز دي ام اف طالعة، مع اني لسه اصلا ما حطيتش اي فيلد يعني. واحنا عارفين ان انا لازم احط فيلد وادخل سرعة عشان يبدأ يتولد انديوز دي ام اف، بس هو اساسا بيكون فيه في البولز او موجود في اقطاب الستيتور بيكون فيه اصلا ريزيدوال فلكس، يعني بيكون فيه فلكس اصلا متبقي في المادة نفسها، في اللي هو في الحديد بتاع الستيتور. فالفلكس ده بينتج عنه ايه؟ بينتج الريزيدوال فلكس ده بينتج عنه حدوث الانديوز دي ام اف دي. الانديوز دي ام اف دي هتحدث نتيجه الريزيدوال فلكس. بلاش اللون ده عشان يتعب العين. هيحصل نتيجه مين يا جماعه؟ الريزيدوال فلكس ده كده كده. ايه اللي تلاحظه مع الكيرف؟ انه والله انا كل ما بزود الانديوز الفيلد كارنت كل لما الانديوز دي ام اف بتزيد، تمام، لحد ما بوصل لمراحل كده. لو انا زودت الفيلد قوي بلاحظ ان مفيش زياده كبيره قوي بتحصل في الانديوس دي ام اف ده، لان احنا دخلنا في ساتوريشن والقلب الحديدي بدا يتشبع بتاعنا يعني. طيب ده كده كيرف ممكن برضو. طيب ممكن نيجي نرسم كيرف كمان، نرسم كيرف تاني. طيب انا لو زودت السرعه ايه اللي بيحصل؟ بلاقي الكيرف بيتشفت لفوق كده، زودت السرعه بلاقي الكيرف يبدا يتشفت لفوق، هتلاقي الريزيدوال ماجنتيزم بتزيد عندك وهتلاقي الكيرف بيتشفت لفوق، يعني الانديوز ام اف بتزيد عند نفس الفيلد. يعني شوف كده مثلا، لو انا جيت مثلا، انا عايز الكلام ده هيوضح اكتر في الماتلاب يعني، بس خلينا ندرسه هنا بسرعه. لو انا جيت مثلا عند الكرنت ده، الفيلد كرنت ده، لو جيت كده اشوف الانديوز ام اف هنا واشوف على الكيرف ده واشوف الانديوز ام اف على الكيرف ده، هلاقي ان الانديوز ام اف في حاله ال N2 هي اكبر من ال N1، لان اصلا N2 سرعه N2 اكبر من N1. فالمفروض انا كنت لسه قايل لك الانديوز دي ام اف اصلا تتناسب مع مين؟ مع الفلكس، تمام، ومع ايضا السرعه. فانت لما تزود السرعه تتوقع الانديوز دي ام اف تزيد لنفس تيار الفيلد يعني. خلاص، ده كده ده الهدف من التجربه يا جماعه. الهدف من التجربه بالنسبه للسيبريتلي اكسايتد دي سي جنريتور انك انت تدرس تاثير تيار الفيلد على الانديوز دي ام اف عند ثبات السرعه، وبعد كده ترجع تثبت الفيلد كارنت وتغير السرعه علشان تعرف الدنيا فيها ايه. خلاص، فده كده كان التجربه اللي هي معانا يعني. فكان كان في جزء تاني بتاع الشنط، اللي هو ازاي نعمل بيلت قبل الماشين نفسها، الشنطه ماشين بتعمل بيلت قبل الجهد يعني بتاعها ازاي. وعايزين برضو كنا نستنتج لها الاوبن سيركت كاركترستيك او ما يعرف فيه الماجنتيزيشن كاركترستيك، بس خليني اقول ان ده احنا ما عملناهاش يعني. ان شاء الله نحاول نعملها التجربه الجايه لو توفر معانا وقت. طيب في حاجه تاني عايز اقولها؟ هو طبعا المفروض ان بكون متارجت حاجات معينه في التجربه، بس مش كلها بتحصل يعني. البي دي اف ده برضو مرفوع لكم يعني. طيب احنا ممكن نستبدل برضو يعني الناس بس تبقى فاهمه، انا استخدمت الاندكشن ماشين مثلا، لا ممكن حد يستخدم
دي سي، دي سي موتور يعني عادي جدا يعني، استخدم دي سي موتور عادي خالص، خلاص تشغله شنطة مثلا والدنيا هتمشي معاك يعني. تمام، الدي سي، الدي سي موتور كمان هيبقى تحكم في سرعته احسن بكتير من لو انت هتتحكم، هيبقى هيبقى سموز اكتر يعني، اكتر من ان انا اتحكم، بس انا هنا اتحكم بجهده بس، فالعملية ما بتبقاش احسن حاجة يعني. طيب طيب مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك ايه؟ طب بس في حاجة كمان برضه انا كنت اعملها، بس طبعا ده بنفترض ان المعمل كله شغال يعني، اللي هو الوايرنج دايجرام، ازاي نقدر نعمل وايرنج دايجرام يا جماعة على في الواقع يعني. ده الكيس بتاعتك اللي هو مثلا ده يقول لك ده بالنسبة لي السيريال كوميونيكيشن اللي هو الربط ما بين الأجهزة المختلفة الكمبيوترات وكده، ده الميجرنج موديولز الباور بتاعها أصلا تمام، وفي عندك بعد كده الأميتر الكونكشن بتاعت الأميتر والفيلد وايندنج الأميترز يعني، وبعد كده هتلاقي عندك في الفولتميترز وبعد كده الباور سنسورز. طيب لكل جهاز بقى المفروض في وصلات يعني، المفروض مثلا تتبع الوصلات دي، تشوف مثلا مين رايح لفين، مين جاي منين، وتعرف تعمل، تعرف تكونكت يعني، بناء على الكونكشن دايجرام ده تقدر تكونكت في الواقع يعني. خلاص ماشي، ده مثلا باور، ده المين باور سبلاي، اندكشن ماشين، الباور سنسور موديول. باور سنسور موديول ده احنا استخدمناه، لا احنا استخدمنا اليونيفرسال، مش مشكلة يعني مش هتفرق. وهنا المالتي رينج دي سي فولتميتر بايز، وهنا كده يعني هلم جرب، ده الدي سي ماشين بتاعتي. طيب دي كده بالنسبة للتاني دي. مطلوب من، مطلوب من منك ايه؟ مطلوب منك ترسم كيرفات زي كده يعني، اللي هو الاوبن سيركت كاركترستيك يعني، او اللي هو الماجنتايزيشن كيرف بتاع الماشين بتاعتك. هو في الغالب يعني الدي سي هيبقى زي السيبريتلي، اسف، هيبقى زي الشنط، مش اختلاف كبير يعني. خلاص طيب، هو النواتج برضو انا عملتها لكم في PDF، وزي ما قلت لكم النواتج دي انا خدتها من الباشمهندس عبد الفتاح. خلاص وهنبدأ نرسمها باستخدام الماتلاب، هنبدأ نرسمها باستخدام ماتلاب، كود بسيط جدا هنرسمه على الماتلاب. شوف كده في حاجة كمان برضو، انا برضو في نقطة كمان عايز اقولها هنا، لو فتحت الملف ده هتلاقي اصلا المانوال بتاع المعمل نفسه بيشرح لك في 18 صفحة تمام، ازاي ان انت اصلا تجيب الاوبن سيركت كاركترستيك للسيبريتلي اكسايتد دي سي جنريتور، شرح لك بالتفصيل الممل الحاجات اللي هتستخدمها والتوصيلة ازاي وكل حاجة هتبقى ازاي يعني، شرح لك بالتفصيل بالكونكشنز بكل حاجة، حتى بالكمبيوتر بالتوركيميتر بكله، مفيش حاجة ناقصة يعني، في كل حاجة وضحها لك هي بالكونكشنز بتاعتها بطريقة مبسطة كمان، كونكشنز بطريقة مبسطة، وكمان شارح لك الكمبيوتر ازاي تتعامل مع الـ مع السوفت وير بتاع الكمبيوتر اهو، خد بالك اهو زي ما انت شايف، وكمان ازاي نرسم اصلا نعمل ريكورد مثلا لأي نقطة ونرسم، شارح لك برضو هنا بالتفصيل الممل يعني ازاي نعملها، بحيث ان احنا في الاخر خالص نقدر نحصل على الاوبن سيركت كاركترستيك تمام، ده على الكمبيوتر كمان. فده برضو انا عامله بي دي اف ورافعه لكم برضو على الدرايف الجزء ده، عشان اللي حابب يقرا البتاع دي كامله برضو ما يعني يبقاش عنده مشكله يعني. طيب هنفتح بقى كده الماتلاب مع بعض كده نشوف الدنيا فيها ايه. انا طبعا كالعاده عملت لكم يعني عامل امبلمنت الكود اهو، كاتب الكود اصلا في الاساس، وحطت الداتا او اللي هي اللي احنا خدناها في التجربه يعني بس، وانا هبدا دلوقتي طبعا اعمل رن للكود بتاعي تمام، واشوف كده الكيرفات اللي هتطلع بتاعتي دي عامله ازاي، مع العلم ان احنا كنا المفروض، كان المفروض يعني ان الناس اللي اشتغلت التجربه دي في الواقع تزود شويه الفولتات عشان نشوف حوار اللي هو الساتوريشن يعني، بس طبعا هو للاسف ده ما حصلش. مقصد كلامي ايه؟ مقصد كلامي انه احنا مثلا وقفنا عند التيار، ثواني عشان في غلطه بس معلش، ده مش انا ما غيرتش ال، طب ثواني خلينا بس نغير ده مع بعض كده ثواني. طيب هي كانت بس انا المسميات هنا في التايتل والليبلز بتاعت الاكس والواي انا ما غيرتهاش يعني، بس ماشي انا غيرتها، خلي بس انا اعمل كلير كده الذاكره عندنا هنا والكيس بيس بتاعتي واعمل رامين تاني يعني. طيب ده كده الشكل بتاعي، خلينا بس اسيفه كفيجر عشان لو حد حابب يفتح الفيجر على طول برضه نسهل على الناس.
هنكتب هنا الاوبن سيركت كاركترستيك. ده الاوبن سيركت كاركترستيك بتاعك. انا كنت بقول بس يا جماعه انه احنا كان المفروض برضو اللي خد قراءات كان زود تيار الفيلد كمان، زود عشان نلاحظ حته الساتوريشن يعني. فلو احنا كنا زودنا كنا هنلاحظ حته الساتوريشن دي، يعني هنلاقي الكيرف ده بدا ياخد الشكل ده كده، وده بدا ياخد الشكل ده كده، وده بدا ياخد الشكل ده كده. فلو وصل للساتوريشن القلب الحديد شبع، فاصبح ان انت طول ما انت بتزود تيار الفيلد ما بين الفلكس اللي بيطلع مش كتير قوي، لان خلاص القلب اصلا شبع. وبناء عليه فالانديوز دي ام اف تمام ما بتزيدش قوي يعني، مع لما انت تزود تيار الايه التيار الفيلد خلاص. طيب الكيرفات واضح جدا عليها يعني. شوف خلي بالك الماركرز زي ما قلنا قبل كده عن النقط اللي احنا بنعملها ريكوردنج يعني، وهتلاقي ان انا كل حاجه حاطط لك الليجند هنا اهو. فتلاحظ عندي ثواني كده، طيب همسح بس كده، هتلاقي هنا الليجند اهي. طبعا هتلاقي هنا الليجند زي ما انت شايف هنا واضحة يعني. لو ده عند السرعة 1490 ار بي ام، ده عند السرعة 1120 ار بي ام، ده عند السرعة 770 ار بي ام. فالكيرفات زي ما انت شايف اهو. وهتلاحظ كمان انه الريزيدوال انديوس دي او الفلا او الانديوس دي اف الناتجه عن الريزيدوال ايضا تغيرت بتغير السرعه. فانا لما بزود السرعه بلاقي ان الانديوس دي اف لما التيار الفيلد كان بصفر نتيجه للريزيدوال فلكس يعني بتزيد برضو زي ما انت شايف. لو انا جيت مثلا خدت النقطه دي، خدت النقطه دي مثلا، خدت النقطه دي، لاحظ النقطه دي كده عند نفس التيار، عند نفس تيار الفيلد، هتلاقي ان لما السرعه كانت 770 الفولت المتولد كان كام؟ هتلاقي مثلا قول 35. طيب عند لما السرعه كانت 1120 الفولت المتولد كان تقريبا 60. طب عند لما الجهد كان 1490 الجهد المتولد كان تقريبا 80 خلاص. فهتلاقي اصلا انه الانديوس دي ام اف تتناسب مع السرعة، يعني دي تزيد مع زيادة السرعة. لو فرضنا ان الفيلد كارنت واحد يعني نفس الفيلد كارنت، دي نقطة تاخد بالك منها. ايه النقطة التانية انت برضو تاخد بالك منها؟ النقطة التانية انت تاخد بالك منها انه مع زيادة تيار الفيلد والسرعة ثابتة، ناخد الكيرف ده مثلا، الكيرف ده لو انت لاحظت انا كل لما بزود تيار الفيلد ايه اللي بيحصل في الانديوز دي ام اف؟ بتزيد. والسرعة سرعة واحدة، السرعة 1490. فأنا أكتشف إن الإنديوس دي إم إف دي أيضا تتناسب مع مين؟ تتناسب مع الفيلد كارنت في حالة ثبات السرعة. هل هي تتناسب طرديا؟ أو تتناسب بعلاقة لينير دايما على طول؟ لأ، ما تتناسبش على طول بعلاقة لينير. ده بس تتناسب بعلاقة لينير لحد قبل ما نوصل للساتوريشن. طيب منين بقى ما وصلت للساتوريشن؟ يعني قلب الحديد بتاعك اتشبع خلاص ما عادش يقدر يشيل فلكس تاني. هتلاقي ان الكيرف ده، هو الكيرف ده كان المفروض يبقى كده 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 لينير، وبعد كده هيبدأ يعمل كده. طب الكيرف اللي تحته، الكيرف اللي تحته نفس الكلام، لينير 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 لينير. طبعا اي اخطاء في ده المفروض يبقى خط مستقيم، بس هو الاخطاء دي نظرا طبعا لوجود اخطاء في القراءات وتغير في السرعات، تذبذب في السرعات وكلام من ده كتير يعني. فتلاقي ده في الاخر مش للدرجه دي يعني، تلاقي عمل كده. اخونا الاخير ده خلينا نغير اللون برضو، برضو خط مستقيم كويس، وبعد كده يطلع ويثبت كده اللي هو اكنه وصل للساتوريشن. فالمفروض اصلا دي كده الكيرفات الواقعيه بتاعتك بتبقى كده، او المفروض الكيرفات لو انت يعني الاجهزه كانت دقيقه شويه كانت هتبقى حاجه بالصوره دي. ولو احنا كنا كملنا يعني لو الاجهزه كانت دقيقه، اقول لك لو الاجهزه كانت دقيقه كان الخطوط دي هتبقى خطوط مستقيمه، بس نظرا لوجود مشاكل في القياسات وكلام من ده مش طالع خط مستقيم تمام الخطوط دي كلها يعني. برضو احنا كان المفترض علينا نكمل ناخد قراءات تانية، بس احنا للاسف ما خدناش. بس انت تبقى انت عارف لو انا كنت كملت وزودت تيار الفيلد كان ايه اللي هيحصل. كنا هنوصل للساتوريشن، كنا هنوصل لمين يا جماعه؟
للساتوريشن، القلب الحديد هيتشبع ومش هيحصل زياده كبيره قوي في الانديوز دي ام اف. دي كانت التجربه اللي هي بندرس فيها الاوبن سيركت كاركترستيك بتاع السيبريتلي اكسايتد دي سي جنريتور. خلاص انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هسيف لك الكيرف، الكيرف ده انا هسيفه لك كفيجر يعني، هسيفه لك فيجر اوبن سيركت كاركترستيك عشان لو انت حابب ايه تفتحه على طول يعني. والملف ده برضو انا هسيفه لك وهرفعه لك على ال على الدرايف يعني. خلاص بس كده التجربة دي سهلة جدا. برضو الناس اللي عايزة تشتغل مانوال ماشي، اللي عايز تشتغل مانوال سهل يعني خالص، الموضوع بسيط. كل الفكرة ان انت هتيجي على ال هتيجي على القراءات دي وهتوقع، بس هتوقع ايه عندك على على الاكس اكسس تيار الفيلد، وعندك على الواي اكسس عندك الانديوس دي ام اف، واتوقع النوت دي كلها هتوصل ما بينهم فاهم، على نفس الرسمه هتوقع دول، على نفس الرسمه هتوقع دول. وتعرف ان كل واحده عنده سرعات مختلفه، تعرف السرعات بتاعت كل رسمه انت راسمها. خلاص ولو ان شاء الله احنا استنتجنا بالنسبه للشنط هنبقى نتكلم في الشنط. هو المفترض في جزء كمان هتلاقيه لو انت فتحت البي دي اف بتاع التجربه نفسه، تلاقي كمان ان احنا كان مطلوب مننا جزء للشنط يعني، بس احنا طبعا ما اتكلمناش عن الشنط. خلاص فور كنا نشوف هو بيحصل له بيلت اب ازاي الشنط، وكنا نستنتج له برضو الاوبن سيركت كاركترستيك بتاعه. عامه معلومه برضو، الاوبن سيركت كاركترستيك بتاع الشنط مش هيختلف كتير عن الاوبن سيركت كاركترستيك بتاع السيبريتلي اكسايتد. خلاص فهتلاقي تقريبا او مش تقريبا، انت بالفعل هتلاقي الاتنين واحد يعني، هتلاقي بالنسبه للشنط نفس القصه كده برضو كاركترستيك كده، ده لو هو تيار الفيلد مثلا وده الانديوز دي ام اف، هتلاقي الكيرف بتاعك حاجه عامله كده اللي هو انت برضو ما فيش اي اختلاف تقريبا ما بينه وبين السيبريتلي يعني. بس كان هتبقى حاجه حلوه ان احنا نشوف ازاي اصلا الجهد بيبني مع نفسه، بيعمل بيلت اب يعني، ازاي الجهد اصلا بيفضل مع نفسه مجرد ما انت مثلا بتوصل الجنريتور شنط يعني. انت ركز في النقطه دي بس عشان نقفل الفيديو بتاعنا. معلش احنا خليني اشيلهم خالص كده احسن يعني، الموضوع اسهل يعني. طيب لو انت بص كده، ده كده اطراف الجنريتور بتاعي، التيرمينال فولتج بتاعي ده كده الانديوس دي ام اف بتاعتي. انت بتيجي تعمل في الفيل في الـ في الـ في الشنط ايه؟ بتيجي والله تقوم موصل دي كده، لو دي ملفات الفيلد بتاعتك بتيجي تقوم موصلها على التوازي مع ملفات الارميتشر كده. مش ده اللي انت بتعمله؟ ولا مش ده اللي انت بتعمله؟ او انا معلش برضو هو المفروض مش كده، المفروض انا باجي على التيرمينال يعني، انا باجي بوصل من هنا كده ماشي، ثواني باجي بوصل من هنا كده ماشي كده، عشان بس تبقى دي تفرق شويه، مش هتفرق كتير يعني. المهم يعني بقوم انا جاي حاطط فولت هنا، ده انا عايز اشغله موتور مش عايز اشغله جنريتور، اشغله موتور او لا اشغله جنريتور، وانا شغاله جنريتور ولا شغاله موتور عشان بس انا توقع. لا معلش هو احنا عادي ممكن نشغله جنريتور او موتور، بس انا هشغله دلوقتي جنريتور، فانا مش هدخل عليه جهد، انا عايز اخد منه جهد يعني، عايز اشوف هنا جهد خارج، عايز اشوف فيه في تيرمينال، لو عايز الديوز دي ام اف دي تعلى. فانا اصلا ايه اللي بعمله؟ ما بعملش حاجه بس غير ان انا بدخل سرعه. معقوله يعني انا كل اللي بعمله بس بدخل سرعه؟ بتدخل سرعه بس اوتوماتيك، هو بيعمل بيلت اب مع نفسه للجهد، وبتلاقي فيه انديوز دي ام اف خرجت يعني. حاجة ممتازة بصراحة حوار الشنط ده، كان نفسنا نشوف انا ان شاء الله هنعمله يعني. خلاص ونشوف ازاي الجهد ده بيعمل بيلت اب، وهندخل كمان الناس تاخد بالها، هنقوم مدخلين كمان مقاومة على التوازي هنا، على التوالي اسف، مقاومة كبيرة على التوالي عشان نقلل تيار الفيلد، وبالتالي الجهد ده ما يبنيش لرقم عالي يعني، ممكن يعمل ما يقدرش يبني الارقام عالية، وبالتالي نفضل نغير في قيمة المقاومة، نقلل المقاومة لحد ما التيار ده يعلى، فنعلى بالجهد وبالتالي نحصل على الكاركترستكس بتاعتنا برضو. إن شاء الله نحاول نعمل التجربة دي، فكرة مش وحشة، وعشان الناس برضو تتعرف على
الشنت جنريتور، وازاي اصلا انه انا الشنت جنريتور بتاعي ده بمجرد بس ما انا بوصل ملفات الفيلد دي، مجرد ما اوصل ملفات الفيلد دي انشنت مع الارميتشر، ونفترض ده مثلا ده كده الارميتشر بتاعي، ازاي بس انا لما بوصلهم شنت كده ازاي اوتوماتيك بلاقي في الانديوز ام اف دي طلعت، وبدي حركه هنا بس بلاقي على طول انديوز ام اف طلعت، يعني مفيش بقى ما بغذيش باي فيلد يعني خلاص. هو الفيلد اساسا بياخد من الريزيدوال في الاول، بياخد من الريزيدوال، يعني انت عندك مثلا في كده اصلا ريزيدوال في هنا انديوز ام اف تتولد نتيجه الريزيدوال فلكس، فيمر تيار فيلد، فلما تيار الفيلد ده يمر يعمل فيلد، واصلا كان في فيلد بتاع ريزيدوال، فالفيلد يتضاعف مثلا او يزيد فيعمل فالانديوز دي ام اف تزيد، فالتيار يزيد، وهلم جرى ده احنا بنسميه البيلت اب بتاع الجهد بتاع مين؟ بتاع الشنت جنريتور يعني. ان شاء الله هنشوفه يعني، ده لازم هنشوفه، او لو احنا ما صادفش ان احنا شفناه البيلت اب بتاع الجنريتور، لو في اي تجربه هتبقى على الجنريتور ممكن لود تيست او حاجه، اي لود تيست على الجنريتور اللي هو الشنت ده هنتعرف عليه ان شاء الله، وهنعمل التجربه بتاعت ازاي احصل على الاوبن سيرك كاركترستكس بتاعته يعني. خلاص بس هنكتفي بهذا القدر يعني، اعتقد احنا وضحنا كل حاجه، مفيش حاجه ما قلناهاش يعني، وبس شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.